احترام، وصلنا الآن إلى الدرس 55، وكلمة اليوم كلمة مهمة جدا، كلمة ask. ask سوف نتعلم كيفية استخدام كلمة ask في مثالين في جمل، وأيضا مرادفات كلمة ask. كل هذا فقط في دقيقتين. الهدف هو حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. لهذا السبب ركز معي الآن خلال هذه الدقيقتين وافعل هذه الأمور. get ready، اجهز الآن. Write all the phrases، اكتب جميع العبارات الجديدة. So you need a notebook and a pencil، تحتاج إلى كراس وقلم. وأيضا دقيقتين من التركيز مع الآن. و repeat after me، repeat after me، كرر خلفي العبارات الإنجليزية بصوت مرتفع 5 times aloudly، بصوت مرتفع 5 مرات لكل عبارة. أما الآن اضغط على إعجاب واشتراك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة. للحصول على الدروس السابقة بإمكانك أن تجدها أسفل هذا الفيديو، هناك رابط ادخل عليه سوف تجد الكورس كامل. كلمة اليوم كلمة ask. ask تأتي بمعنى يسأل أو سأل، يطلب أو التمس. المثال الأول على كلمة ask: I didn't ask about his family tree. I didn't ask، أنا لم أسأل، أنا لم أسأل. I didn't ask، حاول أن تقرأ معي. I didn't ask about، about مرت علينا سابقا في الدروس الماضية. I didn't ask about his family tree، أنا لم أسأل عن شجرة عائلته. I didn't ask about his family tree. حاول الآن أن تكرر هذه العبارة بصوت مرتفع 5 مرات وأن تكتبها في كراسك حتى تتقنها بشكل جيد. المثال الثاني: I just wanted to ask you a question. I just wanted to ask you a question. I just wanted to ask you a question. أردت فقط أن أطرح عليك سؤالا. حاول الآن أن تكرر هذه العبارة أيضا 5 مرات حتى تتقنها بشكل جيد. I just wanted to ask you a question. مرادفات كلمة ask: inquire، inquire استعلام أو استفهام أو استفسار. question، question سؤال. request، request طلب. claim يطالب، وأيضا تأتي بمعنى شكوى، ولكنها مرادفة كلمة ask هنا وتأتي بمعنى يطالب. إذا هذه مرادفات كلمة ask، حاول أن تكتبها وتحفظها. الآن حاول أن تكتب جملة، كون جملة تستخدم فيها كلمة ask. لا بأس أن تستخدم من إحدى الأمثلة التي مرت علينا قبل قليل، واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى نستفاد منها ويستفاد منها الآخرين. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لك على المتابعة، وانتظرنا في الدرس القادم قريبا إن شاء الله.